دكتور محي، يعني معروف ان شركه لورسن من اكبر شركات الصناعه البحريه في العالم، وهي شركه المانيه، واستقبال الرئيس، يعني الحقيقه احنا طبعا دايما بنتابع انه السيد الرئيس بيستقبل الشخصيات المهمه لمصر بصرف النظر عن البروتوكول اللي بيقول ان الرئيس يقابل بس ملوك ورؤساء وحاجات زي كده. فبتشوف حضرتك انه يعني احنا بقالنا عقد كامل من الزمان بنتكلم في الاعلام على فكره انه تبقى المواني المصريه زي منطقه جبل علي، وتبقى زي المواني الكبيره اللي اتكلم عنها الرئيس النهارده، تطوير المواني المصريه عشان يبقى فيه المزايا التفضيليه الحقيقيه الجغرافيه لمصر تتحقق بقى بان الدول الاخرى والسفن تختار مصر عشان ترسي، تدعم لوجستيا، تعدي، تنقل بضايعها. طبعا يعني هو يعني استقبال يعني فخامة الرئيس السيسي اللي يعني اصحاب القرار او الممثلين شركة المانية، دي رسالة يعني لها تحمل اكثر من معنى، وموجهة لاكثر من طرف، موجهة للجانب الالماني كمستثمر وشركات رائدة في مجال النقل البحري لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للدولة المصرية. ده بيعطي جانب من الاهتمام من العنصر الأجنبي أو المستثمرين الأجانب. نفس الوقت بيدي رسالة اطمئنان ودافع، ودافع قوية جدا للقائمين على صناعة النقل البحري في مصر، إن الدولة مهتمة، الدولة مركزة جدا ومدركة أهمية هذه الصناعة لخدمة الاقتصاد المصري وخدمة التجارة المصرية وما لها من مردود على المواطن المصري. هي رسالة للعالم للفت النظر إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية، سواء كانت على منطقة البحر المتوسط أو في البحر الأحمر. رسالة للعالم على مرة أخرى على أهمية قناة السويس كمجرى ملاحي بيربط ما بين حركة التجارة ما بين الشرق والغرب. رسالة للمستثمرين في مصر وخارج مصر لأهمية ولنظرة الدولة لصناعة النقل البحري لخدمة الاقتصاد القومي والاقتصاد الوطني بما فيه الرفاهية للشعب المصري، وكمان خدمة مصر للعمق الأفريقي وخصوصا الدول والدول المجاورة سواء كانت مطلة على سواحل البحرية أو داخل العمق الأفريقي. بشكرك جدا يا فندم دكتور محي الدين السايح، مدير كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.